الفلاحون يعدون من بين المحظوظين في شمال باكستان، حيث يجتهدون في إعادة استصلاح مساحات من الأراضي رغم أنهم يعيشون في إحدى المناطق الأكثر تضرراً بفيضانات الصيف الماضي التي قضت على 1600 شخص وأضرت بحياة 20 مليون آخرين. في بعض الحالات غمرت الفيضانات مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، ورغم أن هؤلاء زرعوا البذور إلا أنهم ليسوا مطمئنين على مصيرها ويخشون من أن تكون الفيضانات قد أفسدت هذه الأرض وأثرت على صلاحيتها الفلاحية. الفيضانات قضت بشكل كامل على محاصيلنا وتكبدنا خسائر أخرى ناتجة عن اقتلاع الأشجار وغرق البساتين في مياه الفيضانات. كنا نعيش من مداخل هذا النشاط الفلاحي، لكن الكارثة جرفت كل شيء. انظر إلى هذه الأرض، واضح أن الفيضانات حولتها إلى أرض غير صالحة تماما، وكل حياتنا تتوقف على هذه الأرض التي هي أرض أبائنا وأجدادنا. يجب علينا أن نستصلحها ونغرس فيها البذور. إنها الأرض الوحيدة التي نملك وليس لنا مصادر دخل أخرى. هذه الأرض بمثابة أب وأم بالنسبة لي. هذا الجسر المنهار في منطقة نهر سوات يشهد على الكارثة التي حلت بالمنطقة وأدت إلى غرق ثلث باكستان في مياه الفيضانات، علما أن مساحة هذا البلد تعادل مرة ونصف المرة مساحة بلد كفرنسا، لكن بسكان يفوق عددهم 185 مليون نسمة. البنك الأسيوي للتنمية والبنك العالمي قدر الخسائر الناجمة عن الفيضانات في مجال السكن والفلاحة والمرافق العامة بحوالي 7 مليارات يورو، خبر مفجع في بلد يعيش من النشاط الفلاحي. وما زاد الوضع تعقيدا هو تحول إقليم خيبر بختنخوا شمال غرب البلاد إلى ساحة قتال بين القوات الحكومية وحركة طالبان منذ سنوات. قصف القوات الحكومية وقوات حلف الأطلسي للمنطقة هدم البيوت ودفع بالآلاف إلى الرحيل للنجاة بأنفسهم، وترك بلدات وقرى كاملة خالية. لكن بالنسبة للذين عادوا إلى ما تبقى من بيوتهم بعد انحسار مياه الفيضانات، هذه القافلة من شاحنات الصليب الأحمر الدولي على صغر تعتبر جرعة حيوية من الأكسجين بعد توفيرها المساعدات العاجلة لضحايا الفيضانات في مناطق أخرى من باكستان. هذه الشاحنات تقوم اليوم بتوزيع البذور والأسمدة ومختلف المعدات الفلاحية شمال غرب البلاد. المنظمات غير الحكومية كالصليب الأحمر الدولي انتقدت المجموعة الدولية متهمة إياها بالتقاعس في مساعدة ضحايا الفيضانات في الوقت الذي كانت فيه طالبان أكثر حضوراً. نقدم المساعدة لحوالي 1,400,000 شخص، سنبلغ هذا الرقم مع نهاية العام، هذه خطتنا. والآن حان الوقت للتركيز على المتضررين من المعارك، لا سيما شمال غرب البلاد. في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي أعلنت الحكومة الباكستانية أن الفيضانات سببت خسائر تقدر ب40 مليار يورو. أبرز القوى الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة وعدت بتقديم ملياري يورو كمساعدة عاجلة، لكن لم يصل بعد سوى نصف هذا المبلغ. لا علاقة لهذا المبلغ بالملايين 11 التي يقدمها صندوق النقد الدولي الذي قال إن على باكستان أن تعتمد أكثر على نفسها في إعادة البناء. بالنسبة للبعض كحسين أكبر، من الأفضل البحث عن العمل في مكان آخر بدلا من انتظار تحرك الحكومة. نحن نعيش من محاصيلنا، والمحاصيل ضاعت وضاعت معها أملنا. حتى قبل الفيضانات ذهب أحد أبنائي إلى إيران للعمل في إحدى سفن الصيد هناك، وبما أننا فقراء سنرسل ابنا ثانيا للعمل في إيران لإعالة الأسرة. على مقربة من خيبر، هذه المنطقة تعتبر من الأراضي التابعة لمنطقة القبائل، منطقة نالت أكثر من نصيبها من الفيضانات والمعارك والتمردات. المنطقة تعيش تحت هاجس الاضطرابات الأمنية التي لا تشجع على إعادة بناء ما دمرته الطبيعة والسياسة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش. مئات الآلاف يعيشون كلاجئين بسبب المعارك في منطقة القبائل،
ولا شك أن الناس يحلمون بالعودة إلى بيوتهم، لأن المخيمات ليست ديارهم وحياة المخيمات ليست جميلة، لكنهم يترقبون متى يعود الأمن والاستقرار إلى منطقتهم ليعرفوا هل سيستطيعون العودة إلى حياة طبيعية وبكل حرية. نحن مهتمون بأمرهم ومستعدون لمرافقتهم خلال عودتهم، لأنهم بحاجة إلى إعادة بناء ما دمرته النزاعات. رغم الكلام الجميل الصادر عن الصليب الأحمر الدولي، الحقائق في الميدان تعكس صورة قاتمة. ورغم أن للصليب الأحمر الدولي 1300 عون ينشطون في باكستان، يبقى هذا الرقم ضعيفا مقارنة بحاجات الملايين من الناس المتضررين من الفيضانات. ولا عجب إن كان الناس هنا يعتقدون أن صرخات النجدة التي أطلقوها للعالم قد تم كتمها.